داخل على اللولو داخل على اللولو جول 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 على اللولو على اللولو على اللولو على اللولو بيضع الهدف الاول لمصلحه النادي الاهلي. مشاهدينا الكرام بعد تنفيذ امس جيرالدو ومحمد الشناوي هنشوف افكار مارتن لاسارتي ايه. ادي الشحات ضغط حلو الكلام هل نشوف عرضيه وتاني الاجوان وادي تاني الاجوان وليد ازارو وليد ازارو بياخد الهديه زي ما بقول لحضراتكم لو في دقه وتركيز هنشوف حاجات ومحتاجات وحلويات. وادي اللقطه اللقطه الثانيه بص شوف الضغط من حسين الشحات اللي عدى وفات ورفع وشه وحط كوره على طبق من الماس لوليد ازارو اللي بيقول له خد هات تاني الاهداف. ووليد ازارو بيضع تاني الاهداف وهدفه الافريقي مع النادي الاهلي. السوليه لمحمد هاني عمل التوغل السوليه لما بيعمل اضافه بيبقى حاجه جميله وادي كوره وجول جول 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 وليد ازارو وليد ازارو الاسد الاطلسي التربيد يزيد ويصيب من جديد في الدقيقه 48 ويعلي الهامات والصيحات والاهات والحاجات والمحتاجات والحلويات. بص شوف التحرك لسه بقول لحضراتكم لما السوليه يعمل الزياده يا عيني على الراسيه كهربا. جيرالدو عدى وفات يسلم معلول رفع وشه وادي كوره عند الشيخ يا ولد على الطريسه وادي الرابع يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اكتملت الفرحه واكتملت العيديه واحمد الشيخ وحط الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع وصلت العيدية من أحمد الشيخ وأكمل الرباعية. الجبهة الريباوند والسكند بول ودي كرة حلوة في الجانب المخفي ودي هدف أول يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. بدأ الكلام وبدأت الحكايات في الدقيقة الستة عن طريق المهاجم الشاب صلاح محسن. سلامات 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 حسين الشحات كرة خد وهات وممكن نشوف تاني الأهداف يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الحلويات وعلى الخد وهات وعلى حسين الشحات في الدقيقة 19 بيضيف تاني الأهداف. ولكن بص شوف الحكاية وبص شوف حسين الشحات باللمسات وبالخطوهات بيضيف تاني الاهداف. الاسري ببرج العرب بالاسكندريه ادي اجايه يا ولد يا ولد يا ولد وادي الجول. ادي اللقطه الثالثه من الثلاث لقطات بالثلاث دقات بالثلاث لمسات والثلاثيه راجع علشان يقوم بالوهام الدفاعيه. ادي الشحات وادي كوره وادي الرابع 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 التربو التربو والاهلي فتح الرابع في الدقيقة 45 برضه من كرة خد وهات وهات وخد المرة دي احمد فتحي التربو بيضع خامس اهدافه الافريقية بره. اكيد عايز يوقف نزيف الاهداف عند كده وادي جول 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 ده حلويات للصبح من حسين الشحات. حسين الشحات في اول لقطه بيقول لي يا عم استنى خد وهات هات خامس الاهداف بيضيف هدفه الثالث افريقيا ودي كوره وتسديده جول 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 يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على اولاد فتحي احمد فتحي والمره دي حمدي فتحي بيحط كوره في المقص الشمال فرجه سينما. يا ولد يا صلاح يا ولد يا ولد يا ولد ادي السبع يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا سلام يا سلام يا سلام على حسين الشحات وهي دي بجد الحلويات. بص شوف اللقطه الاولى من صلاح محسن بيحطها بعد ترقيصه حلوه. ادي الركنيه وادي الضربه الراسيه وخميس ما باليد حيله هيعمل ايه الراجل. مرة تانية هنشوف انطلاقة عند جيرالدو ودي الكرة العرضية يا سلام يا سلام علشان تكتمل الحكاية هدف
في الدقيقة 81 عن طريق النيران الصديقة. جيل لويس فيجو وزيدان وسولاري ورونالدو، رونالدو الظاهرة، رونالدو البرازيلي. يرجع مرة تانية محمد مجدي قفشة، قفشة العرضية، العرضية جول 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 جوه جول، هدف أول للنادي الأهلي بريحة وذكريات مؤمن زكريا. وقعد احتفال أحمد فتحي، فتحي يعلق يلعب العرضية الرأسية جول 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 جوه جول. القصير المكير أبو سليم وليد سليمان. اطلع بره، هاتريك لقاء الذهاب، تتلعب الكرة عرضية خطيرة الشيخ، ممكن خطيرة لسه جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق إليو ديانج اللاعب المالي. بعد 8 دقايق ديانج هو اللي يسجل كرة وزحمة داخل ال 18، يتقدم النادي الأهلي. بقول لحضراتكم النهاردة أول ظهور في التشكيلة الأساسية لإليو ديانج على يمينه، إنما يجي له محمود وحيد يلعب عرضية خطيرة جول جول جول. يا سلام على الهجمة وجمالها، ايه الجمال وايه الحلاوة دي، كورة في منتهى الجمال والروعة، ثلاث اربع تمريرات لغاية ما راحت لمحمود وحيد يشيل عرضية في منتهى الجمال والروعة، اجاي يسجل الهدف الثاني. هو ده الكلام اللي كنا بنقوله وعايزينه من بداية المباراة. شك انها نتيجة جيدة، تلعب الكرة تاني هناك في الجبهة اليمين، ممكن العرضية أجاييه، أجاييه لازم يسيبها للشحات، شحات خطير خطير جول جول جول. حسين الشحات قلت لازم يسيبها لحسين الشحات اللي بيسجل الهدف الثالث في أقل من 10 دقايق. الأهلي بيسجل جولين 3-0، بدأها إليو ديانج، الثاني ليه أجاييه والثالث لحسين الشحات. آدي الدقيقة 54 وفاير، قلت لحضراتكم أكيد إن هو شد اللعيبة كده ما بين الشوطين. وليد أزارو إلى أحمد فتحي، وش رجله الخارجي حلو، إليو ديانج حلوة الهجمة، حلوة الهجمة خطيرة، ممكن حسين، مش ممكن الجمال، مش ممكن الحلاوة، جول جول جول. كان ممكن يجيبها حسين الشحات، إنما يدي هدية لصلاح محسن، كأن بيديله تحية كده بعد نزوله. يحضر صلاح محسن بهدف في لقاء العودة زي ما سجل في لقاء الذهاب، إنما عايزينها من أولها. بص حسين الشحات عندما تذكرهم ايضا لا يمكن نقول لا جول. يا سلام، في منتهى الروعه حسين الشحات في القائم الثاني بروعه، خرج بروعه وحطها بالجول بروعه امام الحارس جمال سالم. يا سلام، اللعبه ولا اروع وجول ولا اروع، حسين الشحات يسجل اول اهدافه في دوري الابطال وخرج من القفص. ريني فيلير، رمضان صبحي وجمال سالم، رمضان صبحي، با 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 روعة، بالرزانة والهدوء اللازمين والروعة يحطها رمضان في الجول، هدفان مقابل صفر صارت النتيجة لصالح الأهلي المصري في الدقيقة 37 من عمر المباراة. عادة اللاعبين الهادئين من جانب اللاعب مروان، ومروان يسجل التعادل، يسجل التعادل للنادي الاهلي في الدقيقه 51. مروان امامنا هنا، مروان محسن اللي بيثبت اقدامه في هذه الفتره وينال ثقه فايلر. ايضا فريق النجم الساحلي اليوم يخسر ضد الهلال السوداني في استاد الاولمبي بيرادس 1-0. الزمالك يعود بنتيجه طيبه من زامبيا 1-1 ضد الزيسكو. والهدف الاول، الهدف الأول من وليد سليمان، وليد سليمان يسجل الهدف الأول في أقل من 7 دقائق. هذا هو السيناريو المبكر، يعود سليمان لزيارة الشباك في البطولات الأفريقية. 1-0 قلت لكم ما تسهل برشا، اتوقع الأهلي قادر أنه يوصل حتى الأربعة خمسة اليوم ربح. الانطلاق عن طريق وليد سليمان، وليد والهدف الثاني، وليد سليمان والهدف الثاني للأهلي في مرمى الحارس مجلان. رغم المحاولة الأخيرة من مجلان نمشي في طريق الكرة، المسحت الكرة، ولكن الأهلي ولا لوي رتحهم. وليد سليمان بالهدف الثاني. علي إلى عرضية، إلى كرة ملعوبة، مرت إلى حسين، حسين لا 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 لا
قلعتي الحمراء في ملعب السلام. الأهلي يسجل أول الأهداف. الكرة جاي ارجع للخلف لأفشى عرضية خطيرة حسين الشحات متسلل أم لا، خطيرة والهدف، خطيرة والهدف وجول. أول هدف للأهلي في التاريخ على الهلال هنا في ملعب الجوهرة الزرقاء. أفشى يهز الشباك ويسجل الهدف الأول لصالح الأهلي في لعبة عالمية. مينا جايل، حسين الشحات في القائمة الثانية، حسين الشحات لأفشى على الطائر مثل ما جاءت يسجل الجول. لعبة رائعة، لم يكن متسللا حسين ولا أفشى من هنالك. نعم، ليس هناك وضعية تتسلل تماما في هذه اللعبة. امامنا هو باللقطه الماضيه ديانج، يا ولد علي معلول، هي علي معلول هو الحل. علي 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 دلع يا علي، يا ولد يا ولد يا ولد على عجيب. في 38 لقاء هل يضيف علي معلول؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد علي معلول، علي معلول في قلب المرمى. علي معلول دي احمد فتحي، الاجاي كانت خطيره، وقبلها التسديده بتاعه باتشي، وادي امامنا من الان الصديق، جول جول جول. علي 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 يا عتر يا فلالي، وباتشي امامنا هنا في اللقطه الماضيه، وهدف اهلاوي اول في الدقيقه 21. الاهلي اداه هدوء.